اش نقول لك سيدي، بنتي معنفها بزاف من نهار الاول تكرفس لي على بنتي، دريه باقا قصيره وانا كنضل خدامه، وكان مره نجيب 10 دراهم مره 400 ريال، والراجل عندي معوق ومكرفسه ومعذبه، كيبقى يهدد لي الدريه باقا صغيره، كيقول لها شوفي الا قلت لها لامك راني ندبحك، كيبقى يحط عليا السكين الجنوي ديال هذاك كيقولوا له 14، بغى يذبح ليا بنتي وتكرفس ليا على بنتي، والدريه كتخاف ما كتبغيش تقولها لينا، بقول لها بنتي ما كتقول لك امي انا ما مالي والو، كيتعدى لي على بنتي وتكرفس عليها وضربها بالجنوي قردها. ودابا الليله ديال العيد سيدي تزوجت بنتي نهار هذا سميتو، سمحوا لي تزوجت بنتي، وعلى يد الطريق المحكمه وعلى يد الوكيل داير الكاغيط الاحمر بالزز كيهددها، لا كيقول لها الا ما خرجتينيش من الحبس راني نقتلك. وسيدي هي هذيك بقات هكاك جايه دابا، جايه قريبه الدور العام، دارت العام دابا الدريه راها عندها 6 شهور حامله. ليلة ديال العيد الدرية كنا غادي للسويقة، جات الدرية على بيجامة، خدات بيجامة بغات لاخرها، قال لها لا شفتها كيقرد فيها، بقى كيقرد فيها، كنلقى حتى كنلقى الناس دايرين بها جمهور، راه دابا دار على رقبة البوليس باقي ما شدوه، دابا راه كيقول لها ما غنحي امها، بقات امها انا غندبحها، ودابا راه كيتحلف عليا سيدي، دابا كنبغي عندي راجل معوق وراني معذبة في السبيطار، الدرية مهرسة بجوج معذبة، مطير لها صباع رجليا مكرفصة، ضربة لها لعنقها يديها وعلى حال حالة الله، وما مرة ناكل وكيعنفها بزاف من الاول حتى الاخر، من الاول وكيتكرفص عليها، خديها عنف، خديها كينتقم منها باقا صغيرة، من اختي صاب غات الصبا هو، هاي هو معذبة كرفصها، هو اللي مختصبها، هو سيدي على يد المحكمة، أنا لا نقول لك، نقول لك عندي شي كبير يكون عندي شي 37، ما نقدرش نكذب عليك، ما عارفاش شحال عنده، ثلاثة ولا ثلاثة وثلاثة، المهم ما عارفاش أنا ما نكذبش عليك، هذاك الشيء ما نقدرش نكذب عليك. دابا هو راه مجرم خاطر، راه كيحقر علينا، دابا راه مخزون لينا كيبغي يضربنا، دابا جاية دايرة شي عام. دابا دايرة عام؟ آه جاية، حسب قول عام دابا، دابا الدرية راه عندها 6 شهور، مكرفصها ومعذبها، واحد الحالة الليلة ديال العيد. مشينا سيدي مشينا نتقدا، ومشيت انا كنتقدا هكايا، الدريه واقفه معايا، ملي واقفه معايا الدريه جرها من يديها ما شفتش كي دارت داها، داها قالت مشي قال لها جي حقا نشريك شد بيجامه، مشات كتشري بيجامه، شرات كدير بيجامه ما بغات، قالت لها ديرها كبيره عليا، شد بقى كقردها بالجنوي ضربها ذبحها، بغى يذبحها ضربها يديها ضربها رجليها، معد واحد اللعبة حالة حالة الله، إلا ما شتا شا نقول لك راه حقرة هذه، حق الله العلي العظيم زعما مكرفس علينا بزاف، دابا راه الدرية معنفة وحالة حالة الله العنقة، شا نقول لك ربي اللي راه عالم صافي. من هذيك الناوية السبيطار؟ آه من هذيك الليلة، الليلة ديال العيد وهي في السبيطار ملاها حرام، أطباء شي نقول ما بزاف ديال الأطباء اللي دايرين بيا بزاف، دابا راه عليها واحد شا نقول لك راه علي الحراسة ما بغاش يشد، دابا كيقول لهم واعر بقات موعر نقردها. نعم كملي. هو سيدي معذبها معنفها، واش غنقول لك حاله حاله الله، هو راك اش غنقول لك مقابل الصنك، مره يشد جوج دراهم، مره كيدير كيلقى داك جوج دراهم مع الخدارة بحال هكايا، مره جوج دراهم، المهم هذيك هي الخدمه ديالو. داك المشكل كنت تمايا، حتى جا واحد الدريه صغير كيقول لها لا لا واحد المره ذبحها راجلها، غدا كنمشي حتى كنجبر الدريه منشوره، وجامعنا الجمهور بزاف بزاف حاله حاله الله، اش غنقول لك السويقه الحنشه. تما تكرفس الدريه مدبوحه، كيقول لها بنتها صافي تندبحت، واحد الحاله حالة الله زو اطباك من تمايا، جات لابيلانس هزتها، جاو البوليس صغروها، شحال حالة الله، يعني شحال نقول لك، دابا كنطلب لبنتي الحقوق ديالها، وانا مكرفسه نطلب الحقوق ديال بنتي، ما تكرفش باش تعيش، وراها حالة الله وحامله عندها 6 شهور ما كاينش اللي غيكون بيها.